لقد دنت عشر مباركة على أهل التقى والبر والإحسان، هي أفضل الأيام في الدنيا فكن فيها. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على رسوله الأمين محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. هذه هي الحلقة السادسة من سلسلة نبين فيها وإياكم أحكاماً تخص هذه الشعيرة، ألا وهي الأضحية. رأينا فيما سبق أن الرجل يمكنه أن يدخل أهله وأولاده في الأجر، ولكن لا بد أن يكونوا يشاركونه في المسكن، لا بد أن يكونوا مشاركين له في مسكن واحد وتجمعهم نفقة واحدة. فهنا الأب رب الأسرة رب البيت يجوز له أن يدخلهم معه في الأجر، بمعنى أن من أدخله لا يطالب بالأضحية مرة أخرى ولو تيسر له ثمنها، ولو تيسر له ثمنها. والأصل في ذلك ما جاء في الموطأ وغيره من حديث أبي أيوب الأنصاري رضي الله عنه قال: كانت الأضحية على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يضحي الرجل بالشاة عنه وعن أهل بيته فيأكلون ويطعمون. وجاء في السنن من حديث أبي رافع أن النبي صلى الله عليه وسلم ضحى بكبشين، الأول أحدهما عنه وعن آله، والآخر عن أمته جميعا صلى الله عليه وسلم. ويسأل بعض الناس هل يدخلون في الأجر أم لا، وذلك إذا كان الأب له أبناء متفرقون، كل منهم له شقة، له سكن يخصه، يوم العيد يجتمعون في بيت أبيهم، بل ربما يشركون أباهم في هذه الأضحية في ثمنها. الآن هل يجوز للأب أن يدخلهم معه؟ هل لا يطالبون مرة أخرى بالأضحية؟ هل أضحية أبيهم تكفيهم؟ نقول هنا لا تكفيهم. لماذا؟ لأنهم لا يسكنون معه طوال العام، لا تجمعهم نفقة واحدة، فهم مطالبون إن تيسر لهم ثمن الأضحية بأن يضحوا مرة أخرى عنهم وعن أهليهم، عنهم وعن أهليهم. المسألة الأخرى التي تتعلق بالأضحية وهي: من أراد أن يضحي عليه أن يجتنب أمورا، وعليه أن يتأدب بآداب. الأصل في ذلك ما جاء في صحيح مسلم وغيره من حديث أم سلمة رضي الله عنها قالت: قال النبي صلى الله عليه وسلم: إذا رأيتم هلال ذي الحجة، أو في لفظ إذا دخلت العشر، أي عشر ذي الحجة، وأراد أحدكم أن يضحي فلا يأخذ من شعره ولا من ظفره شيئا حتى يضحي، وفي لفظ فلا يمسن بشره ولا ظفره شيئا. المقصود من هذا أن النبي صلى الله عليه وسلم يقول: كل من أراد أن يضحي ودخلت عليه العشر، عشر ذي الحجة التي نحن فيها، فإنه يحرم عليه على ظاهر الحديث، يحرم عليه أن يقلم ظفرا أو يمس شيئا من شعره. والحكمة من وراء ذلك هي أن يتشبه غير الحاج بالحاج، لأن الحاج حالة إحرامه يحرم عليه تقليم ظفر أو قص شعر، فغير الحاج يتشبه به في هذه العبادة، لأن الحاج يسن أو يجب عليه هدي ذبيحة، فكذلك غير الحاج مخاطب بذبيحة وشعيرة، فإذا يشترك في هذا الأدب. الآن مسألة تتعلق بهذا: إنسان دخلت عليه العشر، واحد ذي الحجة، اثنين ذي الحجة، في نيته عدم الأضحية،
لم يتيسر له مال أو تعسر عليه الثمن أو ما شابه ذلك من موانع الأضحية، ثم في اليوم الخامس أو السادس تيسر له وأراد أن يضحي، نقول هنا أمسك من شعرك وأمسك من ظفرك. يقول لنا دخلت علي العشر ولم أنوي وحلقت شعري أو قلمت ظفري فكيف؟ نقول لا إشكال، نقول لا غبار ولا ضير، نقول إن هذا الحكم يتعلق بالعبد من حين عزمه وإرادته الأضحية. فلو أراد الأضحية قبل العيد بيوم يبدأ الحكم من ذلك، من تلك النية ومن تلك العزيمة. كذلك هذا الحكم هل ينال من يضحى عنه؟ وإحنا مر معنا أن الإنسان يجوز له أن يدخل من شاء من أهله وولده في الأضحية ولا يطالبون بها مرة أخرى. هل هذا الحكم ألا وهو عدم قص الشعر أو تقليم الظفر، هل هذا الحكم ينالهم؟ نقول لا ينالهم، لأن الذي يناله هذا الحكم هو من يتملك هذه الأضحية، من يتملك هذا الكبش أو النعجة، من يتملك هذه البقرة أو يشرك نفسه فيها، المهم من يتملك وله نصيب من ملكها فإنه هو المخاطب بهذه السنة. أما أهله وأولاده الذين يشركونه في الأجر والثواب فإنهم لا يخاطبون ولا يطالبون بهذا الأدب. كذلك ما يتعلق بهذه المسألة، ما يتعلق بهذه المسألة ألا وهي رجل ربما انكسر ظفره فآذاه، أو ربما جرح جرحا آذاه تعين عليه قص شعره، فهل يجوز له أن يأخذ من شعره وظفره؟ نقول هنا لا إشكال إن شاء الله، لا إشكال على من احتاج إلى تقليم ظفر أو قص شعر ولو كان يريد الأضحية، ولو كان يريد الأضحية فإنه لا يضره ذلك. المسألة الأخرى التي تتعلق بالأضحية ألا وهي آداب التذكية. هذه الأضحية تتعلق بها عبادة وتتعلق بها أحكام، ألا وهي كيفية تذكية هذه الشاة وذبحها، وإلا ستصير ميتة. الله عز وجل يقول في كتابه وأحسنوا إن الله يحب المحسنين، أحسنوا في كل شيء. لهذا روى مسلم في صحيحه من حديث شداد بن أوس أن النبي صلى الله عليه وسلم قال إن الله كتب الإحسان في كل شيء، فإذا قتلتم فأحسنوا القتلة، وإذا ذبحتم فأحسنوا الذبحة، وليحد أحدكم شفرته وليرح ذبيحته. الإنسان إذا أراد أن يقتل شيئا يباح له قتله يحسن فيه، إذا أراد أن يذبح شيئا شرع له ذبحه كالنسيكة وما شابه ذلك فليحسن. ثم النبي صلى الله عليه وسلم ذكر ما فيه إحسان لهذه البهيمة، ما فيه إحسان ورفق بهذه الشاة الأضحية، وليحد أحدكم شفرته وليرح ذبيحته، لأن في حد الشفرة وجعلها حادة فإنه يريح الذبيحة ولا يعذبها ولا يزيد في ألمها. كذلك من الآداب التي تتعلق بالأضحية ألا يذبح حيوانا آخر وهي تنظر، هذا كله من الرفق بها،
هذا كله من الإحسان إليها الذي كتبه الله على كل شيء. لهذا روى الطبراني في الأوسط من حديث ابن عباس رضي الله عنهما قال: مر النبي صلى الله عليه وسلم على رجل واضع رجله على صفحة شاة يريد أن يذبحها. الصفحة صفحة العنق، جانب العنق، وضع رجله على صفحتها يريد أن يذبحها، ولكن واضع رجله ويحد شفرته، يحد الموس ويشحذه. قال: وهي تلحظ إليه ببصرها. سبحان الله، هذه البهيمة لها إحساس، هذه البهيمة لها مشاعر، وهي تنظر إليه تلحظه. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: أتريد أن تميتها موتات؟ كتب عليها الموت هذا الذبح، الآن أنت وأنت تحد الشفرة وهي تنظر، الآن أنت تقتل فيها مرات، الآن أنت تقتل فيها موتات، أتريد أن تميتها موتات؟ هلا حددت شفرتك قبل أن تضجعها؟ هلا فعلت شيئا فيه رفق بها، تحد الشفرة وتشحذها وفي ذلك راح لها وإراح لها، ولكن افعل هذا بعيدا عن بصرها، لأن لها آلام ولها أحاسيس ومشاعر، فلا بد ألا تؤذيها ولا بد ألا تعذبها. فالأدب الأول أن يكون الموس أو المدية أو الشفرة حاد، في ذلك عدم التعذيب. الثاني ألا يريها وهو يشحذ السكين، وألا يريها ضحية وأضحية أخرى تذبح أمام عينها، لأن في ذلك ألم لها وكسر لها. هناك آداب، بقية الآداب هذا إن شاء الله تعالى نأتي عليه في الحصة المقبلة. نفعني الله وإياكم بما سمعنا، وعلمنا ما جهلنا، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. لقد دنت عشر مباركة على أهل التقى والبر والإحسان، هي أفضل الأيام في الدنيا، فكن فيها مجدا واستبق لجنان.